اوه ماي جاد، لا تقول لي تنمر. يب اعتقد ذلك. عائلة محبة وهم وحدهم. سيحدث شيء سيء للفتاة. السلام عليكم أخوتي، معكم صديقكم صبريكو. جميعنا أصدقائي لدينا قصة، وقصصنا جميعا تبدأ في مرحلة طفولتنا. نعيش بلا هم وبلا تفكير وبلا أي حسبان للمستقبل، ولكن عندما نتقدم في العمر تبدأ الحياة بإعطائنا بعض الكدمات. هناك من يتحملها، وهناك من يجد المساعدة على تحمل تلك الكدمات. هناك من لديه شخصية قوية، هناك من لديه شخصية ضعيفة، هناك من لديه شخصية طموحة، هناك من لديه شخصية متشائمة. وكل شخص تتبدل عقليته في كل موقف يأتي. لعبة Sacrificial Lighthouse ستقدم لنا أحد القصص التي قد تحدث مع أي شخص، وسيبقى لنا نحن أن نفسرها. لعبة بأسلوب جديد كليا، لن تكون فيها حوارات، لن تكون فيها ترجمة، فقط عليك أن تدع خيالك يسرد لك هذه القصة. يكفينا ثرثرة ولنبدأ. تبدأ قصتنا بفتاة صغيرة. يا ترى ما الأشياء التي سوف تقدمها لها الحياة؟ أغلبية بنات هذا الجيل قريبين جدا من هذه الفتاة، يولدون في هذه الدنيا لديهم طموحات، لديهم أهداف تفوق عمرهم، لكن مع الوقت ينصدمون بما تقدمه لهم الدنيا. بطلتنا لا أدري ما اسمها، لكن يبدو أننا سوف نختبر قصتها. حسنا، أوكي. أوكي، يبدو أنها لعبة بازلز. وما الذي يرمز إليه هذا الطائر؟ بالتأكيد عليكم أن تدركوا أن اللعبة عبارة عن رمزيات، فحاولوا أن تفهموا الرمزيات قبل أن تصلوا للمفهوم الذي تسعى اللعبة لأن تريكم إياه. لا أدري ما قصة المقابر، لكن أوكي، قلب ومقابر. هل تعني المقابر الضياع ربما؟ قلب من هذا؟ أوكي، هل أحد حطم قلبك يا فتاة؟ لازلت صغيرة على هكذا، لكن أوكي، قلبك مفتاحك؟ جديا لا يسعني أن أبني أي توقعات، فحاليا لست أعرف خلفية هذه الفتاة. هل تم التنمر عليها مثلا؟ هل فقدت أحدا عزيزا عليها ربما؟ وشاح وقلب، وهذا الطائر ما الذي قد أوكي نعم ما الذي قد يرمز له؟ هل يرمز للأمل ربما؟ 6/12/1973، شخص عزيز مات أعتقد. انظروا لهذه الملاك، ترمز لشيء ما؟ أوكي، أضع شيئين، لا تقول قلبك. أوه، ما ذلك؟ قبعة؟ قبعة وقلب، ماذا تريد؟ تريد حطبا؟ أوكي، حطب هنا. تريد إشعالة؟ أنفخي. أوكي، وجدنا مفتاح. لا إله إلا الله،
أتمنى أن تكون قصتها ليست مثل ما هي موجودة الآن في رأسي. هذه ترمزي لي هذه الأشياء. 3 ذلك الطائر يراقب. حسنا ماذا؟ أوكي أشعله، أشعلها بالنار. سأشعل هذه. 4 ما هذا؟ ذكريات. أوكي أبوها وأمها. حسنا لم يبدو أنها عائلة ثرية. أوكي ذاهبون إلى مكان ما. أوكي وصلوا إلى الغابة وسيأكلهم دب. آسف. أوكي أصدقاء. Oh my god لا تقل لي تنمر. يب أعتقد ذلك عائلة محبة وهم وحدهم. سيحدث شيء سيء للفتاة أو بالأحرى حدث. انظروا فقط لوجهها. مدرسة. Oh my god تنمر. أستركز هذه اللعبة على تنمر. يب يودعونها لماذا؟ لا تقول لي أنها نادي رسم أيضا. هناك دراسة خرجت سنة 2017 أظهرت أن أغلبية الناس الذين لديهم موهبة الرسم هم أكثر الأشخاص عرضة للتنمر. ماذا؟ أوكي عائلة محبة. ما المشكلة؟ هل زادت كآبتها؟ ماها؟ دلو. الدلو. الدلو للماء. أوكي الدلو رقم 5. ماء أحمر. دم. هل قتلت أحدا من زملائها؟ ربما قتلتهم جميعا. سايكوباث يا رجل. الكثير من الرسومات أنا جدا واثق أن هذه الفتاة كانت رسامة. أعتقد أن اللعبة متمركزة حول الرسامين الذين يتم التنمر عليهم. لقد لطختها بالدم. امسحي. أوكي ذكريات أخرى. في المدرسة. جميل. أوكي لقد خرجت. ما بال الأم حزينة. الوشاح الذي في عنق الأم هو الوشاح الذي استعملت. بالفعل صديقتنا رسامة. لماذا الأم لا تزال حزينة؟ تريد أن تلعب لكن الأم. هل هي حامل؟ لكن الأم لا ترغب بذلك. ما الذي حدث؟ أوه الأب. أين الأب؟ تأخر الوقت. أوكي قد قرروا المشي على أقدامهم. اوكي جلسوا واشتريت الايس كريم. اوكي هذه حدث.
ما به، هو نائم؟ أزمة قلبية ربما؟ ما به؟ حادث؟ أوكي، يبدو أن أباها هو الذي مات. لم يمت، حدثت مشاكل إذن. بدأ يشرب. هو لقد ضرب، لقد كاد أن يدعس ابنته. كان في حالة سكر، كاد أن يدعس ابنته، وأمها الآن تعالجها. انظر لقلبها. Oh my God. جديا، قد تجد بعض الناس في هذه الحياة يتشائمون بالعائلة التي يمتلكونها. أحيانا قد يكون الخطأ من جهة العائلة، وأحيانا أخرى قد يكون الخطأ من جهتك. فأن تسمع الكلام وتخضع له دون أن لا تكون لديك رأي ولا تكون لك كلمة، قد تسبب لك مشاكل في المستقبل. هناك أناس يتحملون لدرجة أنهم يصلون لمرحلة تصبح بينهم وبين الانفجار شعرة. أي شخص سيء الحظ قد ينكزه نكزة خفيفة سينتهي أمره، وهذا ما قد يحدث. فإن لم تشكر النعمة التي لديك ستزول مع الوقت. أتذكر مرة أحدا قال أن عائلته لا تحبه وتهمشه، وليس له دور محدد في المنزل، وليس له صوت، ومن كل ذلك القبيل. أراد عائلته أن تختفي، أن ترحل عنه، أن تدعه لحاله. نفس الشخص جاء في أحد الحفلات تخرج لجاره، وسبحان الله جاره لديه نفس العائلة التي يمتلكها هذا الشخص. لا يهتمون لأمره، لا يأتون لحفلاته، لا يعرفون أي شيء عن ابنهم، في أي سنة يقرأ، أو حتى أعتقد حتى عمره. لكن المفاجأة هذه المرة أتت كل عائلته. لا يسعني أن أصف لكم الفرحة التي انتابت صديقي عندما رأى عائلته كلها من صغيرها لكبيرها موجودة في ذلك اليوم تهنئه بيوم تخرجه. بها فرحة ما تمت. عندما انتهى الحفل قرابة الواحدة بعد الظهر، رجعت العائلة وقررت أن تأخذ صديقنا معها، لكن صديقنا بقي معنا لكي يكمل مراسم التخرج وينظف المكان، لنتركه في تلك الحال. فيا سبحان الله، عائلته وهي راجعة في الطريق عملت حادث، جميع عائلته ماتوا، بقي هو وحده في هذه الدنيا. فأول شخص أتاه هذا الخبر كان صديقنا هذا الذي يكره عائلته، وقد طلب منه أن يوصل الخبر لصديقنا. وقتها عندما سمع هذا الخبر، أعتقد أنه تخيل الوضع عليه، فذهب إلى صديقنا وقال: أنا قد أكون مقصرا في شيء ما مع عائلتي، وأنا لا أدري. قد تكون الأحكام التي ألقيها عليهم مجرد أحكام عشوائية، لأني لم أجد ذاتي بعد. نعم هم لا يستمعون لي، نعم هم لا يدعموني، نعم هم لا يهتمون لأمري، لكن يبقون عائلتي، وهم أول شخص سأتوجه إليه عندما يتم إيذائي. فصديقي سكت لبرهة وقال: صديقي، ما خطبك؟ لما تلمح بكلامك؟ قال: لا، عائلتك يا صديقي لقد توفيت، بقاء لله. ردت صديقنا في هذه اللحظة، بدأ يضحك، والضحك تحول للبكاء، وبعدها خرج بكل بساطة. ضحكناه لنرى ما الذي سيحدث، لعلنا نساعده. توجأ يتوضأ، رجل عائلته ماتت. خرج يضحك، بعدها تحول لبكاء، وعائلته ميتة. توضأ وصلى ركعتين وسلم وتمدد ونام بكل هذه البساطة، نام. فأحد الأصدقاء تطوع لأن يأخذه إلى منزله. وجديا، أنا عن نفسي لم أحضر الجنازة، لأني لا أعرف هذا الشخص شخصيا، لكن ما حدث هناك جدا غريب. الشخص بقي وحده في هذه الحياة، ولحد الساعة لا يزال وحده. ورث الكثير من المال، ورث الكثير من الأراضي، ولا يزال وحده. تسأله، تتكلم معه،
تجده نفسه نفس هذه الفتاة، شخص فارغ بلا روح يعيش فقط لكي يعيش لا أكثر ولا أقل. تجده تارة لتارة تجده في المسجد، تارة أخرى تجده هائما في صحاري البلاد. فأن تكون لك نعمة كالعائلة بين يديك وأنت تمقت حظك البائس أنهم لا يستمعون لك، أنهم لا. أخي اصنع الضجيجة يا رجل، اصنع الضجيجة بأفعالك، اصنع الضجيجة بما تصنع، اصنع الضجيجة بقصصك، اصنع الضجيجة لكي يلتفت إليك يا رجل. لا تقمت هذه النعمة فقط لأنك ليس لديك ما ترغبها وليس لديك ما تتمناه. كل شيء يا رجل، كل شيء إلى العائلة. ما هذا؟ ماذا كان التاريخ؟ 06/06/12/1973. أوكي. لا تقل لي قبر أمك يا أختي، لا 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 لا. تقول لي أن الأم رحلت لكي تلقن درسا للأب. تخاصموا. أوكي، والفتاة هي الضحية دائما. ذهبت حزمت حقيبتها لتستهرب. أوكي، يبدو أن الأب هو الذي سيرحل. What؟ ها؟ يتنمرون عليها؟ لأن أهلها لم يأتوا معها هذه المرة. يب. في أول مرة كانوا يرونها بنظرة حسد. انظروا أهلها متوافقون يلعبون معها، وتأتي دائما مع أهلها. المدرسة هذه المدرسة وليست حديقة اللعب. يب. تنمر. يلا. تنمر يا رجل. والأستاذة أيضا. جديا في هكذا مواقف؟ يب. هذه هي الحرقة التي يشعر بها كل شخص يتم التنمر عليه. ينصدم عندما يأتي لهذه المرحلة، كأنه اقترف جريمة ويحاسب عليها وهو لا يعرف ما الذي اقترفه. مجرد أنه شخص مميز، لديه شخص يستمع له، لديه شخص يحميه، لديه شخص يأتي ليسانده، لديه ظهر، لديه. وعندما تأتيه أول فرصة، عندما يسقط أو تتبدل عليه الدنيا، تبدأ وجوه الناس بالظهور. وقتها المسكين لن يجد معه وقت حتى يتأقلم، ينغلق على نفسه، يفعل المستحيل فقط لكي لا يشعر بهذا الشعور مرة ثانية. برود في الرأس، حرقة في القلب، جفاف في المشاعر، تفكير دائم وبلا توقف. يسأل: لماذا أنا؟ هل فعلت شيئا خاطئا؟ لماذا يفعلون هذا بي؟ لربما فعلت شيئا أزعجهم، لربما هكذا، لربما ذاك، لربما هكذا، لربما ذاك. يستمر في حرق أعصابه على شيء تافه. أناس يتلذذون بالمصيبة التي أصابتك، أناس يتلذذون بتحطيمك، أناس يتلذذون ب
برؤية الخوف في عينيه وأنت تحسب لهم ألف حساب. خطأك أنت في الأساس أن تفكر بهم حتى. يا إلهي، أوه كمان، حتى الأساتذة أحيانا قد يسقط الشخص مع أستاذ مريض نفسي فيكمل عليه. في صغرنا تعلمنا أن الأستاذ هو الأب الثاني أو الأستاذة هي الأم الثانية في المدرسة، شخص نتوجه إليه، شخص نشتكي له. لكن أن يتم حبسك في مربع لكي تدرس وأنت محاط بمجموعة من القردة البشرية الذين همهم تحطيمك وإفساد مزاجك، تسعى دائما أن تتحكم في أعصابك، تسعى دائما أن تكون لبقا في أفعالك، لا تحاول أو تسعى دائما أن لا تنزل لمستواهم، لكن تجد نفسك دائما محاطا بهذا الكم الهائل من الحمقى. همهم الوحيد أن يزعجوك، همهم الوحيد أن يسخروا منك فقط لتمضية الوقت. تفكر في أمها؟ أين أمها؟ لم تأتي أمها؟ يا رجل، هل تعود وحدها للمدرسة للبيت؟ انظروا إلى البرود الذي في عينيها، لم تعد تبالي جديا. لقد تأخرت أمها يا رجل، وتقول لي أنها هي نعم هي التي ماتت. أوه ماي جاد، سترجع وحدها. دم؟ وات؟ هل قتلت؟ يسع يا الله، هل قتلها أباه؟ What the f... جديا لقد رأت الويل هذه الفتاة. يا إلهي، مشاكل عائلية، تنمر في المدرسة، هل حادث؟ هذه جدتها. هي لا توجد القيادة؟ الاكتئاب بدأ هنا. Oh my god، الأم لا تجيد القيادة على ما يبدو. Oh my god، المسكينة تحترق في الداخل. انظر، لم تعد تمشي، لقد بدأت تهوم مثل الشخص الذي وصل لمرحلة اللا عودة، لم يعد يهتم لأي شيء من حوله. يا إلهي، دين أفهم شعورها. هناك أناس في فترة حياتهم يولدون بمواهب تفوق سنهم، فالهاوي يصبح متمرس، والمتمرس يصبح محترف، والمحترف يصبح فنان. هناك أناس يولدون بلقب الفن من أول لحظة. هؤلاء الناس تخطوا الكثير من المستويات، وأن تكون أحد هؤلاء الناس فأنت شخص مميز
واستجد الكثير الكثير ممن يحسدك وسيحاول تحطيمك بشتى أنواع الطرق. ما هي ذكرى الأخيرة يا رجل؟ لا إلهي، ما هذا؟ ما معنى هذا الاحمرار؟ دم؟ دم؟ كما ترون الدنيا اسودت في عينها، الضوء الذي كان يضيء حياتها اختفى بكل بساطة. لماذا الأناس الطيبون يحدث معهم هذا؟ نحن نعلم أن الله لديه حكمة في بأن يتم وضعنا في هكذا اختبارات، لكن الناس الطيبة دائما هي من تعاني. المواقف تصنع منك الشخص الذي أنت عليه الآن. لقد قتلها شخص مخبول، سايكوباث. لقد كانت تنتظرني هنا. ماذا؟ هل كانت ترى؟ هل رأت الحادث؟ What؟ ماذا؟ تخبرهم أن أمها قتلت؟ بل وات؟ لم أفهم، وهنا يكذبونها. هذا الشيء أيضا، هناك شيء يوجد في أغلب الناس المتنمرة، دائما يحاول أن الذين يتنمرون عليهم أقصد، دائما يحاولون التبرير للناس. جديا، أي شخص يخطأ معك هكذا يتنمر، لا تحتاج لأن تبرر له، تجاهلهم فقط، تجاهلهم. هم يتغذون على استفزازك، يتغذون على غضبك، يتغذون على الحزن الذي في عينيك، يتغذون على التنهد. إيديوت، أو ماي جاد، ستوبيد إيديوت. ها تكلمنا عنهم فقد خرجوا. و يما قاموا بتخريب المدرسة وأقحموها فيها، وبطبيعة الحال الأستاذ ستعاقبها. البنت عانت بما يكفي يا ناس. أوه ماي جاد، وبالفعل لقد وبختها وهي أصبحت هكذا سائمة من كل شيء. عاقبتها، لا تنسي زيارة قبر أمك. لم أفهم. It's your fault. أقسم بالله إن رأيت هؤلاء الثلاثة سأقتلهم، وليسرى ما يسرى.
لديك كل الحق أن تنفجري فيها، لديك كل الحق أن تنفجري فيها. ويخبروها في الأخير أنها هي من كانت تؤذيهم. يا إلهي، تأخرت عن الباص مستعود وحدها للديار. أبوها الذي قتل أمها. واعتدى عليها. My God. انظروا لكم الألم الذي عاشته هذه الفتاة طوال هذه السنين. قد أصبحت روحا الآن لا أكثر. لا يسعها أن تغضب، لا يسعها أن تكره، لا يسعها أن تحقد. لا تزال صغيرة. ما الذي يعنيه هذا؟ هل وصلت لآخر حد لها؟ What? قال لي الطائر والقلب إن أردت. What? الذي يعنيه هذا؟ هل أنا مجبر على القيام بهذا؟ ما هو شرح هذا الأمر؟ طائر ما هو؟ هل هو الأمل؟ إن الشخص المكتئب إذا تقبل فكرة أنه شخص مكتئب لن يخرج من تلك الدوامة ولو بمساعدة أشطر الدكاترة وأفضل أنواع الدواء. لكن لو بقي في قلبه ذرة إيمان واحدة أنه يسعه الخروج، يسعه النسيان، يسعه التأقلم، لا تقل لي أني سأسلم الطائر. Oh my God. أنا آسف. أكلا. هل what هل أخذ، هل الطائر يرمز للبراءة ربما؟ لأخذ براءتها ربما. What? Oh my God. هذه أخطر مراحل
الكآبة يا رجل، الغضب الدفين والكره الذي خبأته لسنوات يأتين في قلبها، وصلت لمرحلة عدم المبالاة، المرحلة التي لا يهمها أي شخص أو إلهي ستقتل أباها ليس كذلك؟ لقد أخذ منها براءتها وكانت السبب في كل ما حدث لها. ماتت أمها وخسرت براءتها. هذه هي أكثر مراحل الكآبة خطورة، عندما يفقد المرء الإحساس بالمنطق أو بالعواقب، سترى شيطانا يخرج من تلك العيون. ستقتله. يا إلهي، أترون أيها المتنمرين أي نوع من الوحوش تصنعون؟ لولا أن الله أنعم علينا بالإسلام لكان العرب قد قتل بعضهم من سنوات كثيرة. لديك الحق في أن تمزح، لديك الحق في أن تقول بما يخطر في بالك، لديك الحق أن تصنع المقالب، لديك الحق أن تكذب، لديك الحق أن تفتري، لكن هناك دائما عواقب، والزمن يدور ويدور ويأتي إليك. كل فعل سيء فعلته حتى ولو لم يصبك سيصيب أقاربك، ولو يصيب أقاربك سوف يصيب أهلك وذريتك. التنمر يصنع شياطينا يا رجل، وسيأتي اليوم الذي تعرف ما معنى أن يتنمر عليك. رسالة أخيرة لكل شخص يتم التنمر عليه، لا تأخذ ذريعة أن أهلك لن يستمعوا لك كشماعة لأعذارك. بالتأكيد هناك شخص بالغ في عائلتك، في أقاربك، جارك يسكن بجانبك، معارفك من بعيد، سيسمع لك. توجه إليهم وأفرغ ما في قلبك، لأن جديا ذلك الكره وذلك الحقد الذي في داخل قلبك يتغذى عليه شيطان، وذلك الشيطان ينتظر الفرصة لكي يصل بك الحال لأن تصل لمرحلة اللاعودة ويصنع ما يشاء بعد ذلك بجسدك. بنتنا كانت تملك عائلة سعيدة وكل شيء يسير بكل خير وبركة، أناس حولها يحسدونها على ما تملك، ومنذ اللحظة الذي انقلب الحال بالعائلة استلموها. خبأت حقدها، خبأت غضبها، لأنها كانت تعتقد أن لا أحد سيسمعها. كانت في دنياها أمها التي كانت تخفف عنها آلامها، تداوي جراحها، تصبرها، لكن الدنيا فعلت أفاعيلها مع أبيها وحولته لوحش. قتل أمها، قتل الدرع الوحيد، قتل الخط الأخير الذي يمنعها من أن تصبح متوحشة، تصبح فارغة لا روحا ولا مشاعر. جديا هذه اللعبة جدا عميقة، وإن بقيت أتكلم فهنا لن أتوقف. كانت هذه منارة التضحية. رسالة أخيرة، إن كان لديك أي شيء تقوله لا تتركه في قلبك يا رجل، اكتبه في ورقة، سجله مقطع فيديو واحفظه. سيأتي الوقت، سيأتي الوقت الذي يجد أحدهم تلك الكتابة وذلك المقطع وسيعرف حقيقتك. إنه من النبل أن تخفي مشاعرك ولا تطلب المساعدة، لكن عليك أن تستغل مهارة اسمها النسيان. إن لم تنسى ستدمر نفسك من الداخل، فإن لم تتدمر من الداخل ستدمر الناس الذين حولك. حسنا، أتمنى أن تكون هذه اللعبة قد أعجبتكم، نلتقي في ألعاب أخرى إن شاء الله. كان معكم صديقكم صبريكو، لا تنسوا كالعادة دعم المقطع بلايك. في أمان الله.